عودي معكم للمتابعة. شيف مقصر انت هالايام، وين الترويقة؟ مقصر ايه؟ يعني ما بعرف انه خيي رحمة ما بدنا نمط صفرة، يعني ساعتها طاولتنا كبيرة ونحن كرمة وكل شيء هيدا وعنا كتير اكل، بس انه ما بدنا نمط صفرة، بدنا انه شيء نمد صفرة عفوا، انه شيء هيك بس واحد يكمل نهار ويكون على النار. على النار ماشي الحال. يلا على النار رح نروح لعندك لنشوف شو حضرنا، بس الجواكامولي جهزت والصوص البندوره جهزت، وين القريت سيت؟ القريت سيت هون قدامنا. اه أوكي. والطنجره جهزت الحمد لله الحمد لله. ورشه ملح. زيت الزيتون مع البصل مفروم ناعم مع توم، رح نحط التوم كمان هلا انا وياكم، لكن بالطنجره في عندي زيت زيتون، عندي اكليل الجبل، وعندي التوم. منضيف التوم للطنجرة، وفي عندي الجزر كمان، انا فارم الجزر، رح نضيفهم فوق الزيت والتوم وقليل الجبل والبصل. هون احنا شو عم نحضر؟ مغربية بالخضار. طيب هلا بيجي للكوسة، كمان بدنا ناخد كوسة فرما بهالشكل هيدا، وبدنا نحط كمان من الفليفلة الملونة، لكن مغربية بالخضار. في عندي بصل، عندي توم، عندي اكليل الجبل، عندي جزر، كوسة، فليفلة ملونة، رشة قرفة صغيرة، رشة كراوية، ورح نحط معها كمان رشة كمون صغيرة، بناخد نكهة كتير طيبة. هون نحن مشاهدينا فينا نحط كمان كرافس، مش غلط إذا حطينا كرافس كمان، الكرافس بيعطي نكهة كتير طيبة. وهي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشة. أوكي، لكن نحن اليوم حاضرين وصفتين، ريدس فهيتة ريدس، ومحضرين مغربية بالخضار من منتجات تونس فود. عجينة المغربية جايبينا جاهزة طازة، بتكون موجودة بالمحلات التجارية متلجة، أنا محضرها قدامي لحتى ضيفها للخضار، طبعا بعد ما تستوي الخضار. هون نحن مشاهدينا في عنا طريقة تانية كمان للمغربية بالخضار، فيني حط المغربية مع زيت الزيتون على النار قلبها، فيني قلب المغربية مع زيت الزيتون على النار، وضيف لها الحمص، وحط شوي من مرقة اللحمة أو قليل من مرقة اللحمة، وحط لها البهارات القرفة والكراوية ورشة كمون صغيرة، وقلي الخضرة لحال على جنب، وضيفهم فوق المغربية، قلبهم كلهم مع بعض. ولكن أنا هلا عم بحضر هاي الطريقة، عم بقلي الخضار وراح ضيف لها المغربية بعد ما تستوي الخضار أو الجزر مع الكوسة. إذا ملاحظين أنا الكوسة حطيتهم، رح ضيفهم آخر شيء، لأن الكوسة ما بده كتير وقت لحتى يستوي، لكن ضفنا الكوسة، بضل في عندي الفلايفلة الملونة، كمان أنا فارم الفلايفلة، رح ضيفها للطنجرة. ما بتصدقوا ريحة الإكليل الجبل قد ايه كتير حلوة عنا هون بالطنجرة. طيب هاي الفلايفلة الملونة كمان ضفناها، خليهم ياخدوا بعض شوي، راح نحط لهم رشة قرفة، رشة كراوية، ورشة كمون صغيرة، ومنضيف لهم المغربية ومرقة الخضار، ومنتركها تغلي على مهلها. بس أنا هلا رح أقلي الخضار، وبآخر فقرة رح ضيف المغربية مع البهارات، وبهالوقت بدي ارجع احضر الفلايفله والبصل والفطر لحتى نقليهم باخر فقره. وهلا بالعوده لك جوزيف. شكرا شكرا لك شيف، بس تحرز النطره، بتحرز هذا اللي بدي اقول لك اياه، نسيت اقول لك اياها من شوي. نرجع لك بعد شوي شيف، هلا مع غسان وصعب كثير. موضوعنا مع دكتور غسان الإعاقة وخدمة الشأن العام، الوظائف السياسية والإدارية. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيفك؟ نشكر الله، اشتقنا لك. أنا كمان.
يعني موضوع مهم بالفعل. هل دائما نحن بنحكي عن الدمج ودائما بنحكي نحن عن يعني يكونوا شاغلين اللي عنده احتياجات خاصة صح. يكون شاغل أي منصب ما يكون في عوائق مثل ما بيقولوا بوجهه. اليوم موضوعنا هي هل موجودة هل في موانع لإشغال وظائف سياسية وإدارية عند ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا؟ شو هي الموانع اللي بتحول دون وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمراكز العامة؟ هي جوزيف إذا بدنا بوقعنا اللبناني، لأنه نحن عم نحكي عن مجتمع لبناني وعن طبقة سياسية لبنانية. نعم. اليوم للأسف ما في، يعني اليوم ما بتشوف حدا بالمجلس، يعني اليوم النساء عم بيناضلوا ويكون عندهم كوتا تقدروا يكونوا بالمجلس النيابي، صح؟ مش غلط ذوي الاحتياجات الخاصة يكون عندهم ذات شيء يناضلوا من أجل هالشيء، بس خليني أقول قبل، إيه في معوقات، المعوقات هي أكثر شيء جزاف على المستوى ذهنية الأشخاص اللي بالسلطة. نعم. يعني اليوم الأشخاص اللي بالسلطة هني ما عم بيقدروا يفهموا ويستوعبوا كلهم، يعني بالمجمل أو معظمهم تما أظنهم الكل بونو با جينيراليزي تما عمي، إنه كلهم عندهم مشكلة إنه إيه بيقولوا لك إيه ونحن مع أبارامو، يعني خارجيا بتصاريح معينة لا بدنا نعطيهم كل الدعم وكل الحقوق ويقول لهم حق يشتركوا ويقول لهم حق ينزلوا على على النيابة وعلى الانتخابات وهذا، أور على الأرض ما في شيء منه، وبينهم وبين حالهم هن بيعرفوا إنه ما بدي أقول عم بيكذبوا، بيعرفوا حالهم إنه كلامهم منه دقيق، يعني ما بيعبر عن الذهنية، لازم أكيد لأنه بذهنيتهم هن عارفين إنه هن بفضلوا لأ. نعم. هيدا الشيء جوزيف ونحن عارفين انه لا، مشان هيك هيك اشياء، مشان هيك عم نحكي على المعوقات، هيك امور ما بتتجاوزها جوزيف غير انه تعمل لوبينج، تعمل انت مجموعات ضغط تنزل فيها وتقول للسياسي الموجود انه انا كمان الحق شاركك بالقرار، انا عندي فكر مثل اللي عندك واكثر، وجوزيف واكثر من هيك وعلى الارض فرجيك انه بالجمعيات والاشخاص اللي عندهم اعاقات عندهم باردون احتياجات خاصه او اعاقات ما في مشكله على التسميه، قادرين يوصلوا برامج انت ويحطوا برامج للتنميه وللادارات ولفرص العمل اكثر من كل المجلس النيابي اللي عم يشتغلوا، مع كل احترامي لكل نائب نيبه قادرين يعملوا اكثر. يعني بما انه نحن عم نعطيه يعني عم نعطيه الحق انه لازم يحصل على هالحقوق هيدي، لازم يكون في ممثل لإله ان كان كنائب كوزير، يعني ممثل ليقدر يشتغل على الارض، هيك برايك كمان؟ شوف مش ضروري ممثل عنه، هن مفترض بالدستور اللبناني كل نائب بيوصل على المجلس النيابي مين ما كان شو ما كان هو نائب الامي، وقت اقول نائب الامي يعني بده يحمل هم كل شرائح المجتمع اللبناني، واولهم لازم تكون كاولويه مطلقه هن ذوي الاحتياجات الخاصه، اور على الارض شو عم بيصير؟ هو العكس تمام، على عم بيقول نحن مش باول الاولويات، نحن اخر الليسته اذا وجدت الليسته، عرفت؟ نعم. يعني النقط اللي هن بيشتغلوا فيه اولويات اكيد لا. يمكن ما فهمت سؤالي مزبوط، انا اللي عم بقول لك اياه انه اذا بما انه عم نطالب لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه بهالبلد، نعم، يعني يمكن ما عم ينشغل مثل ما لازم وما عم يتامن مثل ما لازم حقوقهم صح اللي موجوده، مع انه عم بيقوموا بواجباتهم بشكل سليم، لازم يكون ممثل لهم عنهم ليقدر يكون الشغل جدي اكثر. لا فهمت عليك، لا يعني انا مش مع هالنقطه، انا مع الكل يشتغلوا، يعني انا مش طالب يكون في حدا ممثل عن هولي، هيدي يمكن تكون بخطوه اولى وانا مش معها شخصيا، ولا انا بتصور حتى اذا بدك تفكر فيها جزيف على المستوى التنميه الاداري الواسع، انا مش مع حدا يمثلنا، انا مع كل حدا عنده حاجه خاصه بس عنده كفاءه معينه وهيدي كفاءته بتسمح له يوصل لهونيك، ليش ما بده يوصل؟ ليش صحيح. حدا بده يمثلني؟ صحيح. عرفت؟ صحيح. يعني ليش انا بدي يكون ليه بده حدا يمثلني بالوقت انه انا قادر اوصل، مش انا كانا، يعني هو مين ما كان عنده كفاءه، خلينا مشان هيك جوزيف نحكي ثلاث نقاط كثير مهمه بكون عم جاوبك بعمق على عم تطرحه حضرتك. اول نقطه هي التمكين، ثاني نقطه التحسين، الثالثه التحقيق. نحن وقت نمشي بهالمبادئ اذا شو بكون انا جوفيس كوا عم طالب بشو؟ كفاءه. انا اليوم اذا انا بمشي باجر وحده او باجرتين كنايب بدي اقول او وصلت على المجلس النيابي، انت كمواطن عم طالبني بتشريع انساني، تشريع يعمل التنميه، يقوي المجتمع اللبناني، يعزز قوى المجتمع، يجعله مجتمع عم بحقق نمو، عم بحقق انجازات، مجتمع عم بيتقدم، صح؟ وتكون انت كل المقومات الحياه توصلت لك كمواطن، طب انت شو بدك فيه للنائب كان بيقشع او ما بيقشع، المهم يعمل واجباته ويوصل لك هالشيء، يعني بيهمني النتيجه، ياكل عنب ما بده يقتل الناطوره، يعني. صح، برافو عليك 100%. نعم. مشان هيك خلينا نكون المعايير علميه موضوعيه واضحه، يعني وقت انا يعني الاعاقه منا مانع الا بالذهن الشخص اللي هو عنده اعاقه بذهنه، نعم. عرفت؟ يعني عندنا اعاقات ذهنيه اخطر،
يعني أنا وتكون عم بمنع ذوي حاجة خاصة يحققوا حالهم، أنا عندي إعاقة ذهنية براسي أكثر من اللي عندهم إياها وأخطر وأكثر عمقا، لأنه أنا الإعاقة بالذهن هي أخطر بكثير من الإعاقة بالجسد. أوكي. إعاقة بالجسد تتجاوزها، بس إعاقة بالذهن ما فيك تتجاوزها. صحيح. مشان هيك لكل الموجودين بالسلطة بدهم يشتغلوا على الإعاقات هن اللي عندهم إياها. مين اللي عم بيكون ضد الفكرة؟ مين اللي ما عم بيعترض أو عم يوقف في وجه هالأشخاص لأنه يوصلوا لهالمراكز هيدي؟ ما هي المشكلة زوف مش أخذينها بعين الاعتبار تيعترضوا عليها، يعني مش حاسبينها، مش ضمن حساباتهم. صدقا يعني نحن بدي خبرك شغلة ونشاهدين على يعني صعيد القانون 220 القانون 220 من 2000 لهلا 17 سنة بعد ما تحقق هيدا قانون، هيدا قانون بعدك عم تحكي مستوى حقوق إنسان. تصور يعني عم تحكي أنت بعدك نيفو درادولام اللي هي الأبي بالأمور، هي اللي هي أولويات الأمور، بعد ما الشباب عرفوا يحققوها ويروحوا فيها للإنجازات على الأرض ويكونوا يعملوا خطة وطنية وسياسة وطنية لذوي الحاجة الخاصة يقدروا يدعمون ويساعدون. عندي سؤال لك غساني، هلأ أنت قربنا على انتخابات نيابية، إذا أنت جيت هلأ رشحت حالك مين رح يعارضك؟ هو مش رح يعارضه. طيب. هو النقطة ما فيك تشوفها لأنه التركيبة هالقد مغلقة وهالقد السيرك إذا بدك الدائرة مغلقة لدرجة أنه أنت ما فيك تكون بقلبه. انه بتعرف جوزيف شو الاخطر بهيدا النظام عم بتقوله؟ رح اقول لك شو الخطر فيه. بغير بلد بتتهمهم انه ديكتاتوريين لانه ما بيخلوني اترشح، اوكي؟ نحن بلدنا ديمقراطي بترشح بس ما بقدر اعمل شيء، مش ابشع؟ فهمت شو قصدي؟ ما بتقدر تعمل شيء بس اذا فهمت شو قصدي؟ يعني الفكره اللي بدي اقولها بالصومال ما في تشريح، باردون مش قصدي حقر ببلد، انا بحترم كل الاوطان ومثل بلدي واكثر بحب الصومال، بس عم بقول تقول في حط اكس بلد متخلف حتى ما عنده تشريع، اوكي؟ طيب بلبنان في تشريع وما بيتنفذ، اي الابشع؟ هونيك عم بقول لك ديكتاتوري، عم بيتهموا للنظام، هون عم بيمدحوه انه ديمقراطي، انه هي الديمقراطيه بس يعني هي سلوغان يعني بنحملها وبندور فيها. لا، بدنا نشوف على الارض شو الموضوع. يعني اليوم ما قصت بس احتياجات خاصه، قصت كفاءه، هيدي هي. وقت انا تري انا يمكن اذا عندي حاجه خاصه ومني كفؤ ما لي حق اوصل، انا عم بقول لك ما لازم اوصل وما لي حق اوصل ومش مطلوب اوصل، بس اذا عندي كفاءه ليش ما بدي اوصل؟ نعم. عرفت يعني المطلوب المعيار، مشان هيك قلت لك بشكل كتير دقيق، معايير موضوعيه علمية إنسانية. طيب سلمنا جدلا انه نحن عالم لازم نطالب لنقدر نوصل لحقوقنا. نعم. طيب في حدا عم بيطالب بهالموضوع؟ هيدا عم بيصير حركة عم بتشغلوا هالموضوع لانه اوكي حاولوا انه تضمونا لهالفريق، ان كان نواب ان كان وزراء ان كان وظائف عامة بالدولة الى اخره. انا بعترف معك جوزيف وبعترف انه في تقصير من جهتنا، يعني نحن لازم نكون فاعلين اكثر، لازم نكون عم نظهر اكثر، مش معنى الظهور الاعلامي بس بالمعنى الظهور الفعلي، يعني الفعال اللي قادر يوصل كلمه، مثل ما عم بقول لك نوع من اللوبينج، نوع من مجموعات ضغط، نقدر نقدم مشاريع، عندنا فكر، عندنا معطيات، عندنا معلومات، عندنا اليات، عندنا اجراءات، قادرين كلنا نستفيد منها، قادرين كلنا نفوت بهالمعمعه هيدي العلم بشكل علمي، بشكل كتير دقيق، بشكل كتير اجتماعي، بشكل كتير راقي وحضاري، نقدر من خلالها نفوت بكل الاماكن الاداريه والسياسيه، ان كان بالسلطات العليا للدوله او بالمجتمعات الأدنى، نقدر نكون عم نحقق حالنا ونأخذ وظائف لنا ونقدر نحقق الرسالة ونوصل الكلمة اللي بدنا نوصلها. يعني أنا بدي أقول لك أكيد بحط إيدي بإيدك وأقول إنه هذا اللي عم تقوله صح 100%. نحن بالنتيجة بدنا الشيء المنيح للمواطن وللوطن بالأول. صح. يعني وفي كتير أشخاص إذا عندهم حاجة خاصة جسدية أو حاجة خاصة معينة، إن كان ما بيقشعوا، كان ما بيقدروا يمشوا إلى آخره، بيقدروا يعملوا للوطن أكثر من حدا أتلتيكي. وإذا تسمح لي جوزيف أقول لك فعلاً عن جد أنت عم تقولها، بس أنا 100% رح أقول لك ليه جوزيف، لأنه اللي بيعيش بمطرح معين اللي بيختبر بيعمل هذا الاختبار بالألم هو أكثر حدا بيقدر يفهم آلام الناس وأوجاع ومعاناتهم. نعم. هيدا كيف تكون الحافز الأكبر النفسي والعلمي على المستوى قطاعة إنسانية، إنسان يقدر يخدم بلده ويكون عن جد هالقد بيكون عاطي حاله بشكل متطوع. يلا دكتور غسان بلش من عندك ان شاء الله. ما بنعرف ان شاء الله، في كثير عالم بتحبك وانا بحبه. ثانك يو دكتور غسان، بشوفك الاربعاء الجايين على رد بصعب كثير. لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم على صباح بريك جدا قصير، وبعدها بنعود للمتابعه ورح نتواصل عبر الفيسبوك، كثير حلو اللي عم تكتبوه.